فانتبهي، بصي يعني اقفي لوحدك كده قدام المرايه وشوفي انت علاقتك بنفسك عامله ايه. مهم جدا ان علاقتك بنفسك تبقى علاقه طيبه، ايوه ما ايوه ترفضيش انا هحاول نفسك. اتصالح، انا هحاول اتصالح. بس كده يا استاذتي، اشكرك. اهلا باستاذتي الفاضله، اتفضلي. دكتور، أنا أنثى يمنية اهلا بيك، عمري 45 سنة، اهلا بيك. جاني الروماتايد، حللت الروماتايد قبل أسبوعين وطلع في اي منطقة خفيف. كيف؟ الروماتويد؟ في اي مفاصل؟ أول ما بدأ عندي في مفاصل القدم الأقدام، ثم بعد أسبوع جاء في مفاصل اليدين، بدأ باليمين ثم اليسار. بعد 3 أيام جاني في الوجه، في الفك، فك نفسه انتفخ كعندي. ممتاز. طيب ايوه بسمعك، خلصتي اقول؟ ايوه. طيب الروماتويد التهاب في المفاصل، فالتهاب في المفاصل بتاع الروماتويد معناها، الروماتويد بشكل عام مبدئيا كده معناها انا ما بحبش نفسي. فحضرتك كده لما بتقعدي تكلمي نفسك بينك وبين نفسك، ما انتش مبسوطه منك خالص ورفضاكي، انا رفضاني، انا مش عجباني، انا مش حباني. معايا حضرتك؟ طيب جاي بقى في مفاصل القدم، معناها ايه؟ انا مش عجباني ومش عاجبني العيش، النظام، النظم، الاعراف، الطريقه اللي انا عايشه بيها. فانا مطالبه ان انا اتعامل بطريقه وباساليب الناس او نظم انا مش موافقه عليها. في كفوفك انا مش حابه نفسي ومش عارفه اتصرف ومش عارفه اتحكم في حاجه. اخر حاجه قلتها لي فين؟ قلت لي بعد كفوفي جت فين؟ بعد يديني، جت في يديني، بعد رجولي، جت في يديني، بعدين في الفك. في الفك، معناها ان انا مش حابه نفسي ومش عارف اخد حقي. انا مش عارف اخد حقوقي. انا ضعيفه ومش قادره اخد حقي. معايا حضرتك؟ ايه رايك في الكلام ده؟ والله شوف يا دكتور، يعني هو جاني في المرحلة أنا بدأت فيها، يعني أنا لي قبلها يمكن أسبوعين كنت أتابع حلقاتك، فأنا بدأت فيها في التعامل مع المشاعر من حلقاتك. فهل هو يعني نتيجة المشاعر اللي قبل الأسبوعين دي كلها، يعني العمر ده كله؟ مش حضرتك الإصابة دي موجودة عندك الآن؟ والله جتني، شوف تقريبا بدأت في رجولي من شهر، يعني حضرتك أسبوعين. مش بتشتكي الان في رجليكي وفي ايديكي وفي الفك؟ الحمد لله راحت. هي شوف بدات في رجولي ثم انتقلت الى يديني، اختفت من رجولي انتقلت الى يديني، جلست في يديني يمكن 4 ايام 5 ايام، ان اختفت من يديني بدات في الفك عندي، خلت في الفك يوم واحد واختفت. يبقى خلال فترة 3 اسابيع، يعني هي اول ما بدات حقيقة، عشان ما اكتب، اول ما بدات ما قد بدات اشوف برنامجك. الموضوع ملوش علاقة بالبرنامج بتاعي يا استاذتي، الموضوع له علاقة بان كان المشاعر دي جت عندك، اللي انا وصفتها دي كانت عندك وراحت، بس خلاص. يعني الحمد لله، يعني اتوقع اني ان شاء الله لو استمريت في البرنامج حقك ان شاء الله اروح احلل الروماتويد، ما القى؟ مش لسه ما اعرفهاش، لان لو حلل تحليل الروماتويد له علاقة برفضك لنفسك. ايه فلو فانتبهي، بصي يعني اقفي لوحدك كده قدام المرايه وشوفي انت علاقتك بنفسك عامله ايه. مهم جدا ان علاقتك بنفسك تبقى علاقه طيبه، ما ترفضيش نفسك. انا هحاول اتصالح. بس كده يا استاذتي، اشكرك. استاذتي هنا بتقول ايه؟ انا اشكرك على المعلومات القيمه، انثى يمينيه 33 سنه حامل، واعاني من تعب شديد والام اسفل الظهر في الساكرو الياك جوينت. الساكرو إلياك جوينت اللي هي المفصل اللي ما بين الظهر، العجزية اللي هو الفقرات العجزية اللي هي خلف الحوض وما بين الحوض. فالتهاب أو آلام في الساكرو إلياك جوينت معناها إيه؟ معناها أنا عندي مشكلة، أستاذتي حامل وعندها آلام في الساكرو إلياك جوينت، معناها هي خايفة ما تعرفش بسبب البيبي او بسبب اخر، بس اظن بسبب البيبي، انها تعرف
تلم ولادها، تعرف تلم ولادها او تعرف تلم جوزها. يعني هي خايفه ان بسبب الحمل، غالبا بسبب الحمل، ان يحصل بعثره في اسرتها، ما تعرفش تلتئم باسرتها او تعرف تلتئم بجوزها. السؤال اللي بعديه، ما العمل عندما يجبر الواقع الاقتصادي وتربية المجتمع على المرأة بالعطاء والمشاركة في أعباء البيت ماديا، وخاصة تعلمنا من حضرتك أن ذلك أثار صحية؟ أستاذتي العظيمة، العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة عالم شديد الاضطراب، وأصبح دلوقتي الطبيعي بين قوسين الطبيعي المضطرب ان الانثى ابوها اللي ممكن جدا يبقى معاه فلوس كمان يطالبها انها تدفع في البيت، او اخوها او جوزها، بس هو ده العالم اللي احنا فيه. فالفكره هنا بمنتهى البساطه، انتبهي ان ده، ان في فرق ما بين الاتزان، وفي فرق ما بين هل سيقبل المجتمعك هذا الاتزان وسيوفره لك. فانتبهي ان انت عرفي ان ده مش افضل حل ليكي ان انت تساهمي ماديا في البيت، بس مهم جدا ان انت توصلي لهذا الحل بالتفاهم مع الناس اللي معاكي، مش انك انت تفرضي هذا الحل عليهم، لان هم ممكن جدا يرفضوكي ويرفضي ويرفضوا ان هم يقفوا معاكي ويساندوكي. فخدي الموضوع بالراحه وبهدوء، على الرغم ان انت قايلاه حقيقه وصح.